2 كيلو من الليمون وهقول لكم عملنا فيه ايه. نص كيلو فلفل اخضر متقطع ترانشات وفلفل احمر برده متقطع ترانشات. عندنا كوبايه من عصير الليمون، قشر الليمون المعصور برده هنحتاجه. المحلول الملحي معانا هيبقى في 3 معالق كبار من العصفر، 3 معالق كبار حبه البركه، معلقه كبيره من السكر، ربع كوبايه من الخل، ميه وملح، وطبعا عصير الليمون اللي احنا قلنا عليه. دي كده المقادير، وتعالوا بينا نشوف هنعمل ايه. بدايه كده احنا جبنا الليمون، ودايما وانت بتنقي الليمون اللي هتخليليه سواء اخضر سواء اصفر لازم يبقى فيه شويه حاجات كده هقول لك عليها. اجيب لكم كده ليمونه بيرفكت كده علشان نعرف نشرح عليها. مثلا الليمونه دي، بصوا هتلاقوا الليمونه مش ناعمه. دايما لما بنشتري الليمون للعصير، تمام، اللي احنا بنستخدمه بنعصره مثلا على الشوربه، بنعصره على اي حاجه، بنختار الليمونه الناعمه اللي هي ايه، ملساء، تمام. في المخلل العكس تماما، تختاري الليمونه المجعده اللي هي قشرتها بتبقى خشنه. ليه بقى؟ علشان احنا في الليمون المخلل بناكل القشره الخارجيه، فبنحتاج ان القشره دي تكون مليانه سميكه، فعلشان تبقى سميكه لازم تختاريها تكون مجعده خشنه من بره. كل ما اخترتيها خشنه اكتر كل ما كان اللحم بتاعها اللي بره ده اكتر، ففي المخلل بتبقى احلى كتير. طيب جبنا الليمون، غسلناه ونضفناه كويس جدا، حطينا ميه تغلي على النار بدون اي اضافات، وبعدين نزلت الليمون، حسبت له بالظبط 10 دقائق مش اكتر من كده، صفيته، نزلته في ميه ساقعه، وقفت عمليه التسويه بتاعته، وبقى جاهز معانا الليمون. عملنا فيه ايه بقى؟ همسكه بقى واحده واحده كده، اعمل فيه فتحه بالشكل ده، انا عايزاه بقى مخلل سريع، فبفتح فيه كده. بعد ما استوى، طبعا زي ما انتم واخدين بالكم ان هو مش مهري، تمام؟ دي مفتوحه ودي كمان، نفتح دي. الليمون مش مهري خالص، 10 دقايق مش اكتر من كده، وتنزليه في ميه متلجه علشان توقفي عمليه التسويه. طيب حابه تغيري عليه الميه؟ انا ما بغيرش برده عليه الميه، انا بخلله على طول، تمام؟ اهو بالشكل ده خلصنا، وفتحنا الليمون بتاعنا كله. بينا بقى نشوف هنعمل ايه. تعالوا بينا نجيب برطمان، برطماننا اهو، ونبتدي برده نعمل طبقات كده. بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا ليمون اللي احنا سلقناه، يعتبر كده ايه، نص سلقة. وناخد طبقة من الفلفل. ونشكل كده. ونرجع نحط تاني ليمون. برضه بيبقى لو انت حابه تحطي فلفل ومش عايزاه يبقى مشطشط قوي. عارفين انتوا الفلفل، كان نفسي تجيبه معايا النهارده، الفلفل اللي هو بيبقى لونه فاتح قوي ويكون تخين شويه، يعني هو فلفل طويل بس بيبقى مليان، بيبقى رفيع زي البلدي ده، يعني بيبقى رفيع كده، بيبقى تخين وطويل ولونه فاتح، ده بيبقى حلو قوي مع مخلل الليمون لو انت مش عايزاه حراق، تمام. قطعه برضه ترانشات كده وبنحطه. ايه دي طبقة من الفلفل. كده خلصنا الطبقات بتاعتنا. بينا بقى نظبط المحلول الملحي بتاعنا. زي ما قلنا نفس النظام، لكل كوباية ميه معلقه كبيره من الملح. بصوا شكل البرطمان وجماله فظيع. انا هنا عندي خلاص المحلول الملحي ده، مش هرميه اكيد، احنا كنا عملناه بنفس المكونات، حطينا لكل كوبايه ميه معلقه كبيره من الملح، حطينا كمان عصير الليمون، تمام، والسكر قلبناهم خلاص ودوبناهم. تعالوا بقى هنا هنضيف ايه بقى؟ هنضيف العصفر، تمام، اللي هيدي لون روعة للليمون وطعم طبعا، وحبة البركة. وأقلب بقى وابتدي أحط على البرطمان. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. أظن بقى ولا أسهل من كده.
وصدقيني نتيجة مش ممكن، حلوة جدا جدا. أنا عايزة الملح بتاع الليمون فين؟ أنا محتاجة أعمل محلول ملح تاني، فهنظبط يلا مع بعض. زي ما قلتلك، افرض أنا عملت البرطمان وخلاص فاضل لي شوية صغيرين من المحلول بس ناقصين، يلا قلبي كوباية مية تمام في معلقة ملح وعصير الليمون وحطي على طول. طبعا المية لازم تكون مغلية ومتبردة. حطي كمان عصير الليمون تمام، والسكر منسيش، أنا نسيت أدوب الملح الأول. السكر برضو من الحاجات اللي بتدي يعني عارفين ايه، كل ما نعمل حاجة حادقة نقول نحط لها شوية سكر، نعمل حاجة مسكرة نحط لها ذرة ملح. الكلام ده مش مجرد ان هو بس بيدي طعم، لا ده بيعمل معادلة كده لذيذة جدا بيخلي الطعم طالع مظبوط والنكهة بتاعته قوية. نقلب بقى، انا في انتظار الملح. وزي ما اتفقنا قشر الليمون ما بيترميش، بنعصر الليمون بتاعنا ونخلي القشر لاننا بنحتاجه نقفل بيه البرطمان بتاعنا. انا معجبه ببرطمان الليمون، بعشق الليمون المخلل. من الحاجات المهمه وانت بتعملي مخللات لازم تلبسوا جلافز يا جماعه، ضروري جدا، لان الفلفل والحاجات دي بتبقى حاميه قوي، ممكن لا قدر الله نجيب ايدينا عند عينينا ولا حاجه فتبقى مشكله كبيره. فدايما راعوا ان كنتوا تلبسوا جلافز اثناء ما بتعملوا المخلل، خاصه ان كل حاجه فيها فلفل بصراحه. هقلب طعمه مختلف طبعا. ان شاء الله. يعني بيقولوا لي جوه طبعا مخلل البيت مختلف تماما عن مخلل الشارع، دي حاجه اكيده. بصوا يعني مهما جبنا منين بس مخلي للبيت كده له طعم، وانا عن نفسي بحس فيه بالنظافه، يعني بصراحه حاجه كده بتبقى ملهاش حل، مغري بشكل فظيع. وحاطين له بقى حاجات كده لذيذه كده ومظبطين، واخر تظبيط يعني. تمام، هنحتاج ميه تاني. لا لازم، لا لا لازم تدوق، ما ينفعش. حاضر، حالا نخلص بس البرطمان بتاعنا. زي الفل. ما ننساش بقى ان احنا معانا ايه، قشر الليمون اللي انا هقفل بيه البرطمان، عشان لو فسد يعني باظ ولا حاجه يبقى اللي باظ ايه، شويه القشر اللي احنا حاطينهم على الوش اللي هم اللي كانوا مفروض هنعصرهم ونرميهم. وبعدين احط الزيت ونغطي ونرج البرطمان بتاعنا عشان نوزع كده الحاجات الحلوه اللي فوق دي. بسم الله الرحمن الرحيم، اتمنى يكون اتقفل كويس. بسم الله كده، الكلام ده نعمله على الحوض بقى تمام. بس كده بصوا هيبتدي بقى، شايفين الميه نفسها بقى لونها عامل ازاي، من العصفر لونها اصفر. عايز اقول لكم هتخلي لون الليمون وهمي، طعمه حلو جدا جدا. البرطمان اصلا يتاكل ني بصراحه.